الخير. اليوم بدنا نحكي عن واحد من أنواع الأغذية اللي نحن كتير بنحكي عنها وكتير بنحبها، خاصة لما بدنا نحكي عن التنحيف. بدنا نحكي اليوم شوي أكتر عن الخل، وبدنا نحكي كمان عن خل البلسمك. بس قبل ما نشرح أكتر عن الخل، خلينا نشوف الناس شو بتعرف عن الخل وخل البلسمك. بعرف الخل هو للبشرة كتير كويس وللشعر وبنحف كتير، له فوائد بصراحة. يعني من ضمنها بنحطها بالسلطة أكيد، وفي هاي الأشياء اللي يعني تبع الرجيم، يعني خل مع مي سخنة على الريق، يعني كتير له فوائد. فوائد الخل كتير ممتاز، بستخدمه أنا للماء للغاز، وبستخدمه للحمامات، وأنا بعمل بالبيت كمان خل. الخل هو مفيد للجسم، يعمل على حيوية ونشاط الجسم، له فوائد كتير. يعني أول شيء بيعمل المخللات، هذا مادة أساسية. ثاني شيء الخل ممكن يروح الكوليسترول، يخفض نسبة الكوليسترول بالدم للرجيم، للستات للرجال، بس يكسر بالمي طبعا. بس خل التفاح يعني لازم يكون طبيعي عشان ما يضر المعدة، يعني بيشربوه مع المي. مادة لتنظيف الجسم، لتنظيف الجروح، بسد مسد الكحول. أنا بأخذ طبعا كل يوم خل الثوم الصبح 13 نقطة مع كاسة مي، هلا صلي تقريبا أسبوع، وهو كويس طبعا للشرايين القلب وللتنحيف الكرش وشغلات زي هيك. يعني بتنزل الوزن بالاخص اذا كانت مع معلقه عسل، معلقه خل ومعلقه عسل بكوبايه ميه، بتنزل الوزن على المدى الطويل بس يستعملها الواحد. وحرق الدهون في الجسم، ويعمل على تسهيل الدم في الشرايين. طبعا زي ما شفنا دايما بنعرف قدي الناس بتحب الخل، ودايما بيكون مربوط كتير بانه بنحف او بقلل من الكوليسترول. خلينا نعرف اكتر هلا من ناحية علمية وبناء على الدراسات، هل الخل فعلا بنحف او هل له اي اثار ايجابية على صحة القلب؟ اذا بدي احكي اول اشي عن الخل الابيض، في بعض الدراسات كانت عم بتقول انه ممكن الخل الابيض يزيد شوي من الشعور بالشبع، عشان هيك كتير ناس ممكن انهم يستعملوا لحتى انهم ينحفوا. بس نحنا منحذر كتير من انه نحنا نتناول الخل الابيض لحاله، لانه الحموضة العالية اللي فيه رح تأثر كتير على معدتنا ورح تسبب مشاكل هضمية. عشان هيك منقول لو بدنا ناخد الخل بناخده بالاشياء الطبيعية اللي ممكن انه يكون موجود بالسلطات او بالنكهات اللي احنا عم نستعملها بالبيت. لكن هل هو بنحف أو لا؟ ما في أي دراسات فعلاً قدرت تثبت إنه تناول الخل ممكن إنه يساعد الشخص على تخفيف الوزن أو يحرق الدهون زي ما هو سائد أو معتقد عند كل الناس. لكن خلينا نحكي هلأ شوي أكتر كمان عن خل البلسمك. كتير نحن بنحكي عن الخل الأبيض اللي دايماً بنعرفه أو بنستعمله، لكن في نوع خل تاني اللي هو الخل الأسود أو خل البلسمك. هو الخل اللي بنشوفه أكتر شيء دايماً بالمطاعم الإيطالية، وكتير بيشتهر، بيكون موجود دائما على الطاولة، ممكن انه نحن نتناوله زي مزيج صغير من خل البلسمك مع زيت الزيتون، وممكن انه يتاكل مع الخبز. اكلة كتير طيبة. لكن خلينا نعرف اكتر عن فوائد خل البلسمك. خل البلسمك زي كل انواع الخل اللي ممكن انها تكون مستخلصة اما من حبوب او تكون مستخلصة من فواكه. خل البلسمك مستخلص من العنب، وطبعا بيتم عليه عمليات تخمير كتير لحتى يوصل لمرحلة النكهة الحامضة او الاسيتك اسيد اللي هي موجودة فيه اكتر، واللي بتعطيه النكهة الحموضة القوية. لكن خل البلسمك كمان كل ما طول اكتر كل ما كانت نكهته اقوى وكل ما كان اطيب. وفي عنا كمان انواع كتيرة من خل البلسمك، ممكن يكون النوع شوية مرق أكتر وهذا بنستعمله أكتر بالطبخ، وممكن في الأنواع اللي ممكن تكون شوية تخينة أكتر وممكن نستعملها كمان في السلطات، أو ممكن نستعملها برضو بالطبخات أو كمقدمة للأكل أو مع أطباق المشهيات. بعد ما عرفنا أكتر عن أنواع الخل البلسمك، خلينا نعرف شوي أكتر عن فوائده وإيش الأشياء اللي ممكن إنه يساعدنا فيها. خل البلسمك كتير بيساعد إنه يقلل من الكوليسترول السيء، وفي بعض الأبحاث اللي أدت إنه كتير بيساعد على صحة القلب. كمان خل البلسمك غني كتير بالمادة السوداء اللي هي بتعطيه هذا اللون الداكن، اللي هي مادة مضادة للأكسدة. وهاي المادة المضادة للأكسدة كتير بتحمي جسمنا، وكتير بنحكي قد ايه المواد المضادة للأكسدة بتحمي خاصة صحة القلب، بتحمينا كمان من كتير من السرطانات. بالإضافة لهدول الفائدتين اللي كتير مهمين، ضروري نعرف إنه كمان خل البلسمك سعراته الحرارية مش كتير عالية. في كتير ناس بتخاف إنها تتناول خل البلسمك لأنه فيه طعم حلاوي خفيف شوي، واللي هو جاي طبعاً من حلاوة العنب. فكل معلقة طعام كبيرة من خل البلسمك فيها تقريب 14 سعرة حرارية.
كمقدمات أو كأشياء أو صلصات عم نقدمها بالسلطات ما تعتبر سعرات كتير عالية، خاصة إنه كمية الدهون اللي فيها كمان كتير قليلة. فأنا إذا بستعمل خل البلسمك بالصلصة تبعت السلطة بدل المايونيز أو بدل النكهات اللي كتير قوية، بكون أخذت سعرات أقل وأخذت كمان فايدة أكتر. وبالنسبة لكمية السكر كمان ما منخاف منها، لأنه هاي معلقة الطعام فيها بس 3 جرام من السكر، يعني أقل من معلقة صغيرة. وإحنا عادة ممكن نحط بس معلقة طعام على صحن كتير كبير من السلطة، يعني إذا حطيناه ما رح يطلع لنا أكتر من جرام أو أقل من السكر. فهي كمية سكر لا تذكر إذا استعملنا خل البلسمك بالسلطات أو حتى بالطبخات اللي إحنا عم نستعملها. فخل البلسمك كتير إله نكهة طيبة وكتير بنكه الأكل، وكمان لقينا إنه إله كتير فوائد. في واحدة من الفوائد كمان اللي نحنا ممكن نستعمل فيها خل البلسمك مع اللحوم. في بعض الدراسات لقت إنه وجود خل البلسمك مع اللحوم بيقلل من المواد المضادة للأكسدة اللي بتنتج عن هضم اللحوم، وبالتالي يعتبر واحد من النكهات اللي مش بس بيعطي نكهة، كمان عم بيحمينا من عمليات الأكسدة اللي هي تعتبر مسرطنة أكتر لإلنا. فإذن في كتير فوائد لخل البلسمك، وأهم فائدة أنا بالنسبة لي بعتبرها كأخصائية تغذية هي نكهته الكتير حلوة، واللي بتساعدنا نستغني عن كتير أنواع من المنكهات اللي ممكن تكون عالية بالدهون، سعرات كتير كبيرة، تعطينا كمان دهون مشبعة. فنحن بنقدر ندخل خل البلسمك بالأطباق تبعتنا. خلينا نعرف لكان كيف بنقدر ندخل خل البلسمك بالأطباق تبعتنا لحتى يعطينا النكهة اللي نحن بدنا إياها. طبعاً خل البلسمك بنقدر نستعمله بكتير طبخات. واحدة من الأشياء اللي نحنا بنعرفها كتير بالمطبخ العربي اللي هي تواجد خل البلسمك مع السلطات، زي مثلاً سلطة الفتوش. نحنا عادة متعودين نحط معها دبس الرمان، لكن لو حطينا كمان كمية كتير صغيرة من خل البلسمك بتعطي الحموضة مع الحلاوة اللي بتكمل نكهة دبس الرمان، وبتعطي نكهة كتير طيبة. وطبعاً بالسلطات، خاصة السلطات اللي بتحتوي على الأوراق الورقية زي السبانخ أو ممكن الجرجير، وجود شوي من خل البلسمك مع زيت الزيتون بيعطي نكهة كتير طيبة، وزي ما قلنا نكهة بين حامض مع حلو، نكهة كتير طيبة. لكن غير السلطات بنقدر زي ما قلنا كمان نستعمل خل البلسمك لننقع فيه اللحمة. أولا بيعطي طراوة أكتر للحمة، وبنفس الوقت بيقلل زي ما قلنا من المواد الأكسدة اللي بتتم عن نتيجة هضم اللحوم. فتواجد خل البلسمك مع اللحمة كمان له فوائد إضافية أكتر. وكمان بنقدر نستعمله مع المتبلات والاشياء اللي بنقدمها. يعني نحن متعودين انه متبل البتنجان نعمله عاده مع طحينه، ونحن بنعرف انه الطحينه صح مفيده لكن فيها كميه سعرات كتير عاليه. فالاشخاص اللي بحبوا يتناولوا البتنجان المشوي ممكن انه هم يضيفوا معلقه من خل البلسمك تعطيه النكهه الاضافيه اللي نحن بدنا اياها، مع برضه ممكن ندخل كميه اقل من الطحينه اللي استغنينا عن الكميه الكبيره منها عن طريق استخدام خل البلسمك. وبرضه كمان بنقدر نستعمله مع الكبدة. لما نحنا بنحضر الكبدة لاحظوا انه كتير خل البلسمك بيشبه دبس الرمان اللي نحنا بنستعمله كتير بمطبخنا. التشابه بينهم انه التنين فيهم طعمة الحلاوة مع شوية حموضة، يمكن دبس الرمان فيه أكتر حلاوة، فبيجي خل البلسمك بيعطي الحموضة اللي احنا بدنا اياها لحتى يعطي نكهة إضافية أكتر. وكمان زي ما قلنا انه كل ما نحن عم نضيف خل البلسمك على السلطات عم نخفف من كمية الملح اللي احنا عم نحطها، عم نخفف من كمية الزيوت او الدهون اللي ممكن احنا نكون عم نحطها. فبهاي الحالة نحن منقلل سعرات، وكمان عم نفيد بضغط الدم، لانه كمان في ابحاث قالت انه تناول خل البلسمك ممكن انه يساعد بتقليل الضغط. فعشان هيك الاشخاص اللي عندهم ضغط عالي بيقدروا يبدوا يخففوا شوي من الملح على السلطة ويحطوا بدالها خل البلسمك. هيك بنكون عرفنا فوائد كتير مهمة لخل البلسمك، بالإضافة لفوائده الأساسية اللي هي النكهة اللي عم يعطينا إياها وبخلينا يستغني عن سعرات كتير كبيرة. منقدر لكان إنه نحنا نبدأ نعمل صلصات خفيفة شوي زي الصلصات الإيطالية، ونحط بدل الزبدة مع الخبز قبل تناول الوجبة نحط كمية من خل البلسمك مع الزيت الزيتون، نخلطهم مع بعض. وهي بتكون أبسط المنكهات الإيطالية اللي ممكن نستعملها. ممكن كمان نعطيه رشة صغيرة من الفلفل الأسود،
هاي صلصة كتير طيبة بستعملوها كتير بالمطاعم الإيطالية مع قطعة من الخبز، كتير بتكون طيبة وبنكون استغنينا عن زي ما قلت الزبدة اللي فيها دهون مشبعة كتير مع الخبز. فإذا الخل سواء كان خل بلسمك أو خل أبيض له فوائد كتير كبيرة، لكن ما بينحف وما بيحرق الدهون، إنما بس بيعطينا الفايدة اللي إحنا بدنا إياها، كبعض الأبحاث اللي قالت ممكن يقلل من ضغط الدم أو يساعد بتقليل التجلطات أو القلب لأنه فيه المواد المضادة للأكسدة. فتضيفوا نكهة صغيرة من الخل على أكلكم لحتى تضيفوا الفايدة والنكهة وتقللوا من الدهون المشبعة.